أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني أو في السماوات أو في الأرض إن تكن أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما وأن الله هو العلي الكبير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Yeah.
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن
الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من
قوم.